السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياد بدر. راح نحاول نيجي نكمل عمل الشخصية تبعتنا. احنا عملنا الشخصية، بدنا نيجي نحط عليها العظام في الدرس هذا، والدرس اللي بعدين إن شاء الله بنحرك العظام ونحرك الشخصية تبعتنا. نيجي نحط العظام، اختار نافذة مناسبة، تهيأ لي رايت كويسة، وراح نيجي على Alt X على مع الشخصية تبعتي ونخليها شفافة. نيجي على العظام، بتهيأ لي المنطقة هذه، خليني نيجي هاي عظمة، هاي كمان واحدة هان، هاي هنا، وعلى نهاية القدم بالضبط، ونوقف. نيجي اطلع من النوافذ الثانية اشوف وضع العظمة اللي عندي او العظام اللي انا حطيتها، هل هي مناسبة ولا لا. نحطها في المكان المناسب في البداية. بتهيألي انا عايز اعمل ميلان خفيف، انا اجيب خاصية السناب واجي اعمل روتيشن خفيف هيك كويس، بس يمكن العظمة هذه عايز ارفعها لفوق شوية. انا العظمة هذه، فراح اجي على انيميشن بون تول بون اديت مود وارفع العظمة هذه شوية لفوق، تيالي هيك مناسب. نيجي على البرسبكتيف ونلقي لنا نظرة حواليها. انا عايز بس هنا اخلي العظمة على نهاية القدم، انا اللي في تحت انا عايزها تبقى على النهايه بالضبط. اعلم على العظمه واجي على البون، هذه كويسه. انا عايز امسك العظمه هذه وانزلها تقريبا زي هيك، خليها بهيك شكل. هيك ماشي الوضع. اجي انا احط العظام اللي عشان يتحكم في منطقة القدم من هنا، عايز احط الاي كي في البداية، اعلم اعمل هذه فريز، هاي فريز سيليكشن، نعلم على العظمة هذه وانيميشن اي كي اي كي سولفر، واربط العظمة هذه مع بداية القدم، يعني انط عظمة في النص هيعمل لي اي كي. وطبعا احنا تعودنا على هذه الاي كي، نيجي نحرك بينما حركه القدم جاهزه، فيش مشاكل عندي. طيب انا عايز كمان احط هنا في المفصل هان اي كي وفي المفصل هان اي كي، الاي ثلاثة اي كي هذول راح اربطهم في عظام، راح احطهم كمان شويه. خلينا نيجي نعلم على العظمه هذه انيميشن اي كي اي كي سولفر، ونكرر نفس العمليه. هان صرت انا حاطط ثلاثة اي كي، كل اي كي بتتحكم لي في مفصل، كل اي كي بتتحكم لي في مفصل. راح امسك اجي عن هنا نحط عظام من طرف القدم من هنا، راح احط هاي عظمه وتيجي على المفصل هان بالضبط، وراح ارجع على المفصل اللي انا كنت عليه وعلى المفصل هذا. هي انا هيك حطيت ثلاث عظام، والعظمه الاخيره كانسر راح يحط لي الان تبعتها. اللي انا عايز اعمله انا راح اربط كل عظم من العظام اللي حطيتها انا في اي كي، نيجي نحطهم بالضبط نخليهم متداخلات. يمكن لو اخفيت الجسم عندي اريح لي في الشغل. ونيجي انا عايز العظام هدول بس اعرفهم بالضبط. طيب في البداية أنا عايز أربط الأي كي هذه في العظمة اللي هان، الأي كي في العظمة اللي على الطرف. طيب بعدين أنا عايز أربط، أتأكد بس، عايز أربط الأي كي هذه في العظمة اللي هان الجديدة اللي أنا حطيتها، برضو أتأكد كمان مرة للعظمة الثالثة عشان هم متداخلات مع بعضهم. هي العظمة هذه راح أربط الأي كي اللي هان مع العظمة هذه. نيجي نشوف، اول في البداية نيجي على التحريك، نمسك العظمة المركزية هذه ونرفعها
لقينا انه تحركت القدم كلها فيها. ليه؟ لانه العظمه هذه ابو للثلاث عظام الرئيسيه اللي تو حطيتهم، والثلاث عظام كل عظمه مربوطه باي كي، وبالتالي انا لما اجي احرك هذه راح يتحرك العظمتين اللي معها هنا او الثلاث عظام مع النهايه هذه، وكل عظمه راح تحرك الاي كي كاني انا بحرك الثلاث اي كي وبرفعهم مع بعض، فراح ترفع الاجي طبيعي لاني قاعد بحرك الثلاث اي كي المسيطرات على القدم. طيب عايز اعمل كمان شغله، لو انا عملت دوران هلاحظ ان القدم بتلف، والزاويه مركز الدوران عندي هنا، هذه الزاويه هي مركز الدوران، هذا امر طبيعي هيك بتصير في الطبيعي عند الانسان منطقه طرف القدم. ولو انا جيت من هنا هذه ثانيه الاجر وهو تمشي، ثانيه المشط، وهذه ثانيه اطراف الاصابع، اذا عايز اطراف الاصابع. اوكي انا عايز اعمل تسجيل للشغل تبعي هذا، خلينا اجيب سايكل سيركل هنا، هاي سيركل، ومن نفس التوب ملي سيركل كونفيرت تو التبل اسبلاين، وامسك النقاط والعب فيهم شويه عشان احس انه الجسم اللي قدامي بيشبه القدم، اعطيه احساس انه بيشبه القدم. طيب حاجه زي هيك. طيب تهيألي لك مناسب. هذه القدم وهذا السيركل راح تتحكم لي في القدم كلها. انا عمليا مش راح امسك ولا عظمه في شغل ان شاء الله، راح امسك هيلبر او شيبس يعني خطوط، راح امسك العظمه المركزيه هذه اللي بتتحكم في القدم وراح اخليها بنت او ابن للسيركل. وبالتالي انا لما امسك السيركل اللي عندي احرك، هي السيركل بكل بساطة حركت العظمة هذه، والعظمة هذه حركت الثلاثة اي كي فتحركت القدم كله. طيب انا ايش انا عايز؟ انا عايز اعمل تسجيل. قبل التسجيل خليني اعمل نسخة من القدم هذه. شفت؟ وهي نسخة ثانية كوبي، وتيالي انا عايز اعملها سيمتري. اوكي راح اظبطها كمان شويه، بس خلينا نعمل تسجيل للقدم هذه. او اقول لك خليها هذه العظمه نحطها في مكانها صح. هات نشوف نظهر الجسم تبعي. ونيجي على القدم الثانيه ونحط لها العظام. اوكي بتهيألي هيك مناسب. اخفي الجسم تبعي وراح اجي اعمل عملية تسجيل. اوكي القدم هذه فيش فيها مشاكل، سيركل 2 سيركل 1 فيش فيها مشاكل. نيجي على التسجيل، عايز اضيف هنا باراميتر خاص فيا. لو جينا على الخصائص تبع الجسم تبعي السيركل راح الاقي في عندي مجموعة من الخصائص، راح اضيف حاجة اسمها اتريبيوت هولدر، موديفاير اسمه اتريبيوت هولدر. هذا وظيفته ان انا كل باراميتر بدي احطها راح تنحط داخله، بس عبارة عن وعاء بحط عليه الباراميتر تبعتي. راح اجي على انيميشن باراميتر اديتور، وراح انا اخذ الخيار الثاني اللي هو الجسم اللي انا معلم عليه او الموديفاير اللي انا معلم عليه عايزك تضيف لي اياه داخله، وراح اجي اقول القيمة عندي من سالب 10 اللي هي راح تبقى الاجر راجع لورا على الاخير، لا 10 راح تكون الاجر يعني مقصوع لقدام كثير، والقيمه البدائيه صفر اللي هي الحاله الطبيعيه اللي احنا عليها، ونخير اسمه لفوت كنترولر. اوكي اد، راح نلاحظ انضافت عندي، واجي اتاكد من القيم تبعتها هي من سالب 10 ل 10 والقيمه الديفولت صفر. نبلش عملية التسجيل. قبل ما اعمل تسجيل راح اجي افحص محاور الدوران تبعتي. جيمبل، اعاود اكد جيمبل قلبت. خلينا نشوف.
عندي العظمة المركزية راح أعملها دوران على محور الواي لونه أخضر واضح، بعدين على محور الزد، وهذا راح أعملها محور دوران على محور الزد. إذا عظمتين على محور الزد، والعظمة الأولانية أو الأبو على محور الواي. نيجي أنيميشن رياكشن مانجر، هذول الأشياء موجودة من أول. بلش عملية التسجيل، ألغي الحالة الأولانية، هان القيمة عندي 10، يعني أنا عايز أضبطها شوية. خليني ألغي العملية هذه في البداية، أنا عايزها تكون 0، وهنا أعمل كرييت وأسجل الحالة الابتدائية عندي 0. أنا عايزها لما تكون عندي القيمة 10 تعمل دوران بزاوية 45 تقريبا، هي 45. هاي نحفظ التسجيل، أرجع أنا عايزها عند 0، هاي عند 10، لقيت نروح عند قيمة 5 ونعاود نفعل التسجيل. عايز أعمل دوران العظمة هذه، وهي تسجيل في عنا عند قيمة 0 وعند قيمة سالب 10 وعند قيمة 5. ضايل آخر حاجة إن أنا أعلم على العظمة اللي عندي وأخليها 10، وأجي على أختنا بالله العظمة هذه ونرفعها زي هيك، ونحط آسف ونضيف التسجيل تبعنا ونوقف. طيب آخر واحدة خلينا نعيدها بس، ستيت 7 عند القيمة 10، خلينا ألغيها وأجرب أعملها كمان مرة. كرييت مود، عايز السيركت تكون عند 10، عايز أعمل دوران هنا، وهي التسجيل مزبطتش. خلينا نعمل تراجع، الحالة عندي هنا 10، هنا أنا غلطان فيها. نعمل تراجع كنترول زد زد، عايز ألغي الحالة هذه. أوكي هنا الحالة صارت عندي 5، أتأكد شوف عندي من سالب 10 كويس لصفر، ومن 0 ل 5 كويس. نيجي أعمل تسجيل، هذه خليها 5، نيجي نعمل تسجيل. أنا عايزها لما تصير 10 تعمل دوران عند العظمة هذه، وهي تسجيل. أوكي هيك إن شاء الله فيش مشاكل، هيك اشتغلت الإجر. طب خلينا عشان تغلبنا في الطريقة هذه، خلينا نعمل الإجر الثانية لو عل وعسى ما نواجهش فيها مشاكل. اتأكد إن الأمور شغالة فيها. كل مرتبط، وهان في عندي دوران على محور الواي نفس الحاجة، وفي عندي عظمتين، العظمة بتهيألي هذه والعظمة هذه على محور الزد وهذا على محور الزد. إذا عندنا العظمة هذه وهذه وهذه، هذه واي زد زد. نيجي نعمل تسجيل، هذه القيمة الابتدائية عندنا قد ايه؟ ما ضفنا لهاش اتريبيوت هولدر. خلينا نيجي انيميشن، نضيف لها اتريبيوت هولدر في البداية، اتريبيوت حرف الاي، حرف الاي اتريبيوت هولدر. نيجي على انيميشن ونيجي هنسميها فوت او حرف الار رايت فوت كنترولر، ومن 0 من سالب 10 ل 10، والقيمة الابتدائية عندي 0، هان بفحص هاي من 10 وفي سالب 10 والقيمة الابتدائية عندي 0، نعمل له اد، هي حط لنا اياه. اذا راح نيجي نسجل اعتمادا على القيمة الموجودة عندي هان.
نيجي على انيميشن رياكشن مانجر، اعلم على السيركل هذه واعملها انا شو سيلكتد بس، ونيجي نضيف انا عايزها على الاتريبيوت هولدر رايت فود كنترولر. طيب اعمل دوران العظمه هذه، انا عايزها تكون على محور الواي، وحكينا انه العظمه هذه بتهيأ لي وهذه والعظمه هذه، احفظ ارقامهم معنا عندي قد ايه. انا عندي عظمه 15 و16 و17 عشان ما تلخبطش فيهم. اجي اعلم على هذه وعلى هذه العظمتين، ونيجي نضيف روتيشن على الزد 15 16 17 ان شاء الله هلقيت بس ايش معنا مشاكل. نيجي نبلش عملية التسجيل. هاي اللي في البداية تنزل الحالة الأولى زي ما هي، والقيمة عندي هنا في البداية صفر. اجي خليها سالب 10 واعمل دوران زاوية 45، وهي تسجيل الحالة الأولانية. اطفي التسجيل، اجي هنا خليها صفر وعاود افعل التسجيل. عايزها عند قيمة 5، امسك العظمة هذه واعملها دوران خفيف واعمل تسجيل. بعدين امسك العظمة هذه وعند قيمة 10 اعمل هنا دوران بهيك شكل، وهي تسجيل، وهي سكرنا العملية التسجيل. ونيجي نشوف الخصائص تبعتنا، بتهيألي المرة هذه فيش في عندنا مشاكل، خليها قيمة صفر. وهيك احنا خلصنا من تسجيل الأقدام اللي عندي، هي عند القدم هذه بقدر أحركها وبقدر أعملها دوران أو أعمل انحناء في القدم. ماشي، نيجي نكمل شغلنا. خليني أظهر الجسم تبعي، وأنا عايز أحط العظمة المركزية اللي هي عظمة الحوض، عظمة الحوض بون. خلينا أحطها هنا تقريبا، وهي نهاية العظمة. أنا العظمة تبعت الحوض عايزها تبين الأجنحة تبعتها، هي فرونت. الفرونت جاي عندي باتجاه الخاطئ، نيجي من النافذة هذه ونشوف. لو لاحظنا الفرونت عندي جاي بالجانب، هذا المفروض يبقى طالع من قدام، فراح اعمل له دوران، وهذا نفس الكلام اشوف له احط له خاصية الفرونت جاي باتجاه خطأ، وانا لو حطيت له السايد برضه راح الاقي السايد الجوانب جايات بالاتجاه هذا، فانا عايز اعمل دوران للجسم تبعي. عشان اعمل له دوران راح اجي في عندي في الهيراركي هنا دونت افكت تشايلد، يعني اعمل دوران بس الابن تبعه ما يصيرش معه دوران، منفصل لحاله دونت افكت تشايلد، وراح اجي اعمل دوران ونيك يا لوكال. هي دوران العظمة هذه بزاوية 90 درجة، واختها نفس الحاجة زاوية 90 درجة. هيك بتهيألي الأجنحة تبعته صح. خلينا نظبط الأجنحة أو الجوانب تبعتها على حسب ما احنا عايزين. عايزهم شوية كبار من هنا، عايزهم شوية يظهروا بهيك شكل. بهيك شكل. طيب انا قبل ما اجي اكمل العظمة المركزية، احنا في شغلة صغيرة نسينا نعملها، ان انا احط هيلبر يحدد لي انحناء او زاوية انحناء القدم من هنا. راح نيجي على الهيلبر ضمي ونحطها من الفرونت. عايز انا نحط لي هيلبر هان، وعايز هيلبر في الاتجاه الثاني جنبها، هيت كوبي
التنتين هذول، بس عايزهم يكونوا قدام الشخصية تبعتي. ونيجي على البرسبكتيف، اربط امسك الاي كي اللي هنا، ونيجي على الخصائص تبعته، موشن بانيل، سويفل انجل اللي بتحدد زاوية الدوران تبعت القدم، راح امسكها واربطها بالهيلبر هذا، ونفس الكلام راح اكرره، سويفل انجل نربطه بالهيلبر الثاني. نيجي صار الهيلبر بتحكم لي، لو انا مسكت الهيلبر وخليته لورا هلاقي ان المفصل صار باتجاه التاني. كنترول زد تيالي هيك كويس. اللي راح اجي اسويه كالاتي، راح اربط العظمه هذه والعظمه هذه بالعظمه بعظمه الحوض زي هيك ماشي. بعديها راح احط هنا اي كي انيميشن، اي كي، اي كي سولفر بين هذه وبين هذه، وراح احط له هيلبر. انا اروح على الضمي واحط له هيلبر في اتجاه هان، عايزه يجي على قده بالظبط تقريبا، اعمل له سكيل. تقريبا بهيك شكل. اوكي راح نكمل في الشغل كمان شوية بعد ما نكمل فقرات عمود الظهر. خلينا نيجي نظهر الشخصية تبعتنا ونكمل على العظام فقرات عمود الظهر. متهيألي انا راح ابلش من هان. هاي عندي في عظمة تنتين ثلاثة، هنا عظمة الظهر تيجي كبيرة، هي أربعة وهي خمسة وهي ستة. طبعا احنا بنلاحظ ان هما سبع عظمات تقريبا، في عندي هذه الأولانية، آسف، هي عندي عظمة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا عظمة الظهر بالضرورة تكون كبيرة، لأن عادة الظهر ما فيش فيه مفاصل زي اللي من ورا الظهر، زي باقي الظهر من أسفل. طيب خلينا نيجي نخفي المجسم تبعنا مؤقتا، وعايز الفقرات تبعون الظهر أربطهم في عظمة الحوض. راح أمسك هذه واربطها بكل بساطة، آسف، امسكها واربطها في عظمة الحوض. خلينا نعمل تراجع، خلينا بس اعمل شغلة صغيرة قبل، انا عايز اتأكد برضو من اتجاه العظام اللي عندي. خليني اجي قبل واشوف اتجاه العظام فرونت، الاتجاه صحيح يبدو، والسايد ما فيش عندي مشاكل. هنا نفس الكلام، اظهر فرونت وسايد، كرر على كل العظام اللي عندي، فرونت وصاد. يمكن انا عايز الصاد يكون شوية اكبر، مبدئيا خلينا نعطيه قيمة هيك، بعدين نعاود نظبطه. اوكي اعود، انا اتاكد ان انا رابطه، العظمه هذه، وراح اجي انا عايز اضبط عظمه الحوض، اعملها اقدر اتحكم فيها من خلال الهيلبر تبعي. بكل بساطه انا همسك الاي كي اللي عندي هنا وراح اربطها بالهيلبر. خليني نيجي نعمل دوران نشوف ايش اللي صار عندنا. صار الجسم كله بدور مع
دوران العظمة المركزية. كمان الأقدام كان المفروض إنهم يدوروا، بس لأنه في عنده أي كي، فالأي كي مسكهم، وبالتالي ظلت الأقدام موجودة مكانها وصار الانحناء للباقي. مركز الدوران عندي جاي في المنطقة هذه لما نعمل دوران الجسم، فأنا بدي إياه يجي في النص، لأن عادة المحور أو عادة عظمة الحوض بتدور من النص. راح أجي أعمل حاجة بسيطة هيك، أضيف هيلبر هنا فرونت، يبدو هذه فيها ميل، يبدو فيها ميل. خليني أنا أفصل الأيكي شوي عنها، أضبطها هاجي زي هيك، وأعود أربطها بالأيكي. وراح أضيف هيلبر صغير هنا، عشان أتأكد إنه جاي في مكانه بالضبط. راح أعمل له سناب، يعني يكون بعيد، وأرجع أعمل له هنا سناب للعظمة هذه. اوكي، يمكن بدي اياه يبقى شوية اصغر كمان. راح اجي اربط الهيلبر هذا تبعي في الهيلبر الكبير تبع عظمة الحوض هيك شكل. لما نجي اعمل دوران خلينا نجي نعمل دوران، راح نلاحظ انه الاي كي والهيلبر بدوره بالضبط في نص المكعب تبعي. راح اجي اعمل حاجه بسيطه، اعلم على العظمه هذه واقول له بوزيشن كونسترينت للهيلبر الصغير هذا، ونشوف شو بصير معنا. اعلم على العظمه، على العظمه انيميشن كونسترينت، بوزيشن كونسترينت تابع ل الضم اللي عندي، ونيجي نعمل دوران. طلع عظمة من وين صارت تدور؟ من مركزها من النص، لأنها محصورة زي ما بدور الهيلبر تبعي، صارت مرتبطة بالاي كي اللي تحت وبالهيلبر اللي فوق وبتدور، فصارت على محور الدوران عندها المنطقة اللي في النص. طيب نيجي قبل ما نتحكم في عضلات او في المفاصل تبعت الظهر، نيجي نكمل الايدين، العظام تبعون الايدين، بعديها نرجع نحط الاي كي لمفاصل الظهر ونحط عليهم الكنترولرز تبعونا. طيب نيجي نحط الايدين، خلينا نيجي من الفرونت، نيجي من الفرونت، خلينا ننظر الشخصية تبعتنا. تلاقي العظمة هذه كبيرة في البداية، خلينا نصغرها شوية. اوكي، خلينا نيجي من نافذة، بتهيألي نفس التوب احسن لوضع الايدين، ونيجي على العظام هيبون. ها في عندي عظمة، وهي في هان عندي كمان عظمة، وهي النهاية. بعدها اجي انا اعمل كمان عظام اليد او عظام الاصابع، في عندي واحد ازغر من هنا، هي واحد في واحد، ونيجي هي عظمة هي العظمة الاولى، هي الثانية هان، والثالثة هان نفس الكلام، هاي العظمة الأولى، الثانية، الثالثة، العظمة الأولى، الثانية، الثالثة، وآخر حاجة أو الأصبع الرابع. هان فقرتين بس.
خلينا نيجي نظبط وضعهم او نظبط مكان العظام، تاني راح نلاقيهم تحت احنا. نعلم على كل العظام اللي عملناهم توا، راح نلاقيهم تحت، نرفعهم الوضعية المناسبة. ونيجي نشوف هذه، تخيل انا عايز هذا تكون، عايزه كل العظام. نرفع شوية لفوق، ونيجي من نافذة البرسبكتيف. نيجي نتأكد من وضع العظام، الأصابع اليد. طبعا عايزين نعمل دوران، فنيجي نعمل دوران لكل أصبع أو لكل فقرة لحال. طيب خلي بتهيألي هدول الأصابع عايزين يرتفعوا شوية لفوق هيك شكل، وبعدين نمسك العظمة هذه دوران، هنعمل شوية دوران. هن في عنا أصبع ناقص، عنا فقرة ناقصة، لقيت عنا بنظبط نعاود. تيالي فيش مشاكل تقريبا، انا شايف هذا شوية بده ينزل لتحت. طيب نمسك الاصبع هذا كله او العظام هذولا، هاي ديليت، وناخد نسخة تانية. نعلم على هذا الفقرة هذه وهذه 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 السلسلة كلها، ونعمل شيفت نسخة تانية منها كوبي، وعمل دوران، حاول نحطها محل. تخيل بدأ شوية تظبيط، انيميشن بون تول. التوب هذه، اسف، من التوب هذه عايزة شوية نطولها. نعمل دوران الاصبع هذا، واو. طيب الناشيات، احنا جايين على جيمبل بس، هنا كنترول زد. طيب المشكلة تبعتنا جاي، خلينا على لوكال. ماشي خلاص، بديش اياه، علم عليها كرييت اند، حط لي واحدة بدل. تخيل هذا عايزين نقصرها شوية زي هيك. اوكي كل العظام اللي عندي انا قبل ما ابلش، خلينا اطلع الفرونت واتاكد ان الاتجاه تبعهم صحيح. فرونت، واضح انه الاتجاه تبعهم، انا عايز الفرونت على الشقة التانية يطلع حان الفرونت. هعلم عليها العظام، الذراع، ونعمل له دوران.
نيجي على الخصائص تبعتي هنا افكت دونت افكت تشايلد، ونيجي نعمل دوران. اوكي راح امسك كل واحدة لحالها واعملها دوران بزاوية 180 درجة. تأكد برضو الأصابع، أنا عايز الفرونت يكون لتحت عندهم فرونت. يبدو أنه لكل أصابع عايزين نعملهم دوران. تأكد بس هنا عندهم الفرونت. خلينا نعمل دوران لكل أصابع اللي عندنا. طيب راح نيجي على don't affect child ونمسك كل فقرة ودوران عندنا local زاوية 90 درجة. هاي 90 وهي هذه كمان زاوية 90. راح نكرر على كل فقرات اللي الأصابع اللي عندنا. تخيل أنا لو علمت على كل الثلاثة أو على السلسلة كلها يمكن راح أواجه مشكلة صغيرة في إزاحة للعظام. خلينا نجرب 90 مفيش مشاكل عندي. لا طلعت هان شايفين هان في عندي مشكلة خفيفة. خلينا نعملها كل عظمة لحال. هاي 90 هاي هادي عايزينها 90 نفس الكلام 90 90 هي اللي هذا عايزين نعمل له هذا وهذا. نيجي نطلع من الخصائص تبعتهم سايد عايز قيمة صغيرة نفس الكلام. خلينا نقول كله 0.3 0.3 وطلعها هان نفس الحاجة 0.3 هذه 0.3 اخر عظمة 0.3 بتهيألي احنا هذا اتجاه خاطئ
affected child وعملها دوران 180. اوكي بس ضايل اخر فقرتين هدول، رح نيجي هنا 23 والفقرة هذه اوكي. راح اربط العظام اللي عندي كلهم على عظام الاصابع وراح اربطهم بالفقرة الجاية في الايد هذه. اذا بصير لو عايز اعمل دوران بحرك الاصابع بهيك شكل. ضايل انا عايز احط في الفرونت هنا عظمة، راح اجيب بون من هنا وانا عايز اذا ارفع العظمة هذا عشان راح اجيب عظمة زي هان جاية. وبعدين هان في عندي عايز اعمل شوية تعديل بون تول شوية، هان في عندي مسافة عايز الايد ترجع لورا زي هيك ونحط عظمة. هاي في عندي بون وعايزها تيجي من هنا، خلينا نقول من هنا لهنا. نيجي على السايز اول شي نغير فيه 4×4. وهي النهاية، النهاية هذه انا عايز الغيها وعايز اربط هذه في هذه، بس خلينا اتاكد انه العظمة هذه مكانها صح. يبدو ان عندناش مشاكل فيها. خليني اجي اقول انه العظمة هذه هي ابوها وهذه عبارة عن بنت لعظمة الظهر الورا. نخفي المجسم تبعنا وشوف شو انا عايز اعمل. عايز احط اي كي هنا، هي انيميشن اي كي سولفر مع هذا كمان. يمكن انا عايز اقسم العظمة هذه عظمتين. خلينا نيجي من نفس التوب، راح اجي على انيميشن بون تول ريفاين. العظمة هذه انا عايزها تكون تنتين. طيب نيجي لو نيجي نحرك الاي كي تبعتي، اجي حرك الاي كي وبتعمل دوران. هان في عندي مشكلة هان طالعة. بعدين الاي كي انا مش عايزها تكون هان، عايزها الكنترول تبعها يكون هنا. خلينا نيجي على don't affect the child. اوكي هيك شكل. بس الدوران اللي هنا العظمة هذه مش مظبوط، انا عايزها تكون هذه عبارة عن عظمة واحدة. انا هان ما فيش عندي دوران، هعلم عليها واجعل الخصائص تبعتي في خصائص الاي كي تبعتي. هات نشوف لو احنا لغينا الدوران على محور الزد الها راحت المشكلة. يعني مش راح يتأثر هذا بالاي كي بالدوران على المحور الزد. طيب عايز احط هنا هيلبر، وينك هيلبر هاي ضمي. هيك شكل. خلينا نعمل له سناب. اوكي راح نجيب الهيلبر تبعنا واربط الاي كي فيه. اذا هاي الاي كي ربطناها في الهيلبر. نيجي نحرك الهيلبر، راح نلاحظ انه الايد هذه بتعمل دوران تلقائي لإلها. الكف عمل دوران تلقائي مع حركة الايد. انا عايز افصل حركة الكف تماما عن حركة الذراع، راح اجي اعمل سيركل هنا. راح نيجي على السيركل اوكي. خلينا نشوف انه نفس الفرونت، هي
هاي سيركل، اوكي اعملها سناب برضو. عايزها شوية تكون اصغر، واعملها دوران بزاوية 90 درجة، تيالي هيك وضعها مناسب. اكبرها شوية صغيرة هيك شكل. اوكي انا رح اجي عايز الدوران تبع الكف يكون من خلال دوران السيركل هذا، علم على السيركل وعملها دوران. من خلال دوران السيركل انا عايز الكف يعمل يصير له دوران. ايش راح اعمل؟ راح اعلم على الكف، على الذراع تبعت الكف هذه الاساسيه، واعملها كونسترينت، اورينتيشن كونسترينت للسيركل تبعتي. طبعا انا راح اجي واحط الصح اللي دائما بنحطه كيب انيشال اوفست، ويصير عندي الحاله زي هيك. انا عايز اعمل دوران صورة منفصلة عن حركة الإيد. طيب تعال حرك البوكس وحرك الهيلبر اللي عندنا. لاحظ انه الإيد بطلت تلف زي ما توا كانت مع حركة الذراع، الكف بطل يلف. بس انا عايز ضايل اني انا اربط السيركل بالهيلبر تبعي، يصير عندي الشكل كالآتي. بقدر احرك الإيد الذراع والكف، بقدر اعمل له دوران بالصورة اللي انا عايزها. هنا راح نحط اي كي انيميشن، اي كي سولفر بنحطه هنا، وراح احط له هيلبر خاصة فيه فوق. كمان انا اخر حاجة عايز احطها او من الذراع، عايز اعمل نسخة من هان كوبي، خلينا اعملها سناب الاين للعظم هذه. اوكي ارجعها لورا تقريبا بهيك شكل، واعمل سويفل انجل اللي هي الاي كي اللي هان، اروح اسوي الانجل واربطها هان. اوكي هلقيت ميجي نحرك هذا الذراع، بصير في عندي دوران لو انا عايز. لو حركنا المفصل بصير اقدر احرك بشكل واضح. نيجي نعمل نسخة للذراع اللي عندي هذه، نعمل حفظ فايل سيف كوبي از، ونشوف ايش راح يصير معنا اذا عملنا نسخة من الشغل هذا. نيجي نعمل نسخة او نسخ للذراع اللي عندي، هنا فيو، ونيجي نعمل ميرور، نعمل اوفست تقريبا بهيك شكل، ونعمل اوكي. عايز اظهر الجسم تبعي واتاكد انه المسافة بالضبط فيش فيها مشاكل عندي. اعلم على المنطقة هذه كلها واتاكد ان فيش عندي مشاكل. تخيل هذا لازم يرجع لورا شوية صغيرة. هيك شكل. اوكي. من الأصابع ركبت فيش فيهم مشاكل. نيجي نتأكد. نحرك الإيد. مش عندي مشاكل. اعمل تراجع، وعايز العظمة هذه تكون مرتبطة بعظمة الصدر او عظمة الظهر، فهذه مرتبطة فيه. نيجي نعمل
فقرات الظهر، خلينا ناخذ الجيومتري ونيجي نعمل فقرات الظهر اللي عندي. كل فقره راح اعملها اي كي خاصه فيها، كل فقره راح اعملها اي كي خاصه فيها. راح نعلم على هذه انيميشن اي كي، اي كي سولفر مع هذه انيميشن اي كي عايز على كل فقره يكون في عندي اي كي هان انيميشن، لان انا عايز اتحكم في كل فقره من فقرات الظهر. اوكي خلينا نكتفي باللي شرحناه الجيت، والمحاضره الجايه ان شاء الله بنكمل التحكم في فقرات الظهر ومنطقة الصدر. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.